نعملوا حاجه في دار رعاية المسنين كمجتمع مدني، حبينا نعاونوهم وكان جمعيتنا من كانت سباقه في الحكايه هذه قداش ما مره جيناها نحن ديجا قبل دار رعاية المسنين عاونناهم وقفنا معاهم حبي عملنا لهم جو كل عجبتهم المبادره هذيك حبينا نعاودوها لك المره هذه بالمشاركه مع جمعيه الهلال الاحمر وبرشا جمعيات اخرين حبينا نعملوا حاجه تبقى لهم حاجه سينيفيكاتيف معناتها مش كان جوست الكلام وقت في رمضان هذا عملنا انيماسيون لهنا مع وحده نشيط الاحياء في محمد نصر اللي عملنا نشاط اخر لهنا انيماسيون في الليل عجبتهم برشا عملنا لهم زياره الصباح وانيماسيون في الليل عجبتهم برشا طلبوا منا ان نعاودوا نرجعوا لهم جد الفرصه توا باش نرجعوا لهم ورجعنا بحاجه جديده برشا ورشات برشا خدمه باش تبقى لهم حاجه تبقى لهم يستنفعوا منها ويتنفعهم من بعد. مع وحدة تنشيط الأحياء سنقدم معها بعض المساعدات موجهة تحديدا للشيوخ تتمثل في كراسي متحركة في بعض الأجهزة بعض الأخرى مثل كيف اللي كان كيف اللي كان أو إيه هذوك تنجموا تشوفوها ما مازالوا ما هبطوش متطوعين تاعنا مازالوا داخل ثم نسبة أخرى متطوعين هم بجنب الشاحنة مع تبشي هبطوا إن شاء الله المساعدات باش نشاركوا في الورشات الاخرين هي ورشات الخط العربي الرسم وهذا معناتها ماهوش غايب على نشاطاتنا كهلال احمر تونسي وان شاء الله تتعدى الاكسيون على احسن ما